نازلين النهارده يا زملاء بنقول لا لا لتأجيل الانتخابات لا لتمرير لائحة غصبا عن عائلتي. النهارده تاني يوم في سلسلة فعاليات جامعة القاهرة ضد اللائحة وتأجيل الانتخابات، بعد ما طبعا الوزير طلع امبارح وقال ان الانتخابات هيتم تأجيلها للسنة الجديدة، وقبليها قال برضو نفس الكلام ان الانتخابات هتتم في الترم الثاني من الدراسة. فاحنا عارفين ان اللي مش قد الكلمة يقولهاش، فدي حاجة كلنا عارفينها يعني. وسلسلة الفعاليات هتستمر لحد ما يتم النظر للطلبة ومطالبهم، وده حق لينا احنا، مش مطلب يعني. رغم ان القانون هو اللي بينص على دور الطلبة الكبير في عمل اللائحة والضروري